شرني أوتي فارفين وستي أورو أمي إنالي فيني إشيري إمشو شو أنت فين جنوس أرئك فونان إن إمانوئيل تنتي هو أوتي إبروستا أتي ستنهوت نهرين بين شويس. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, Amen. هنحفظ مع بعض في الكلاس النهاردة الـ Introduction for the Feastal Doxologies، مدخل الزوكسولوجيات لما نكون في عيد وهنقولها فريحي. طبعا احنا بنقول عادي خم بخريستوس يسوس بين تشويس أمين الليلو يا شيرينيت انتي هو رو as usual. And then when we come to the last two, we either do them in a specific melody for the Feastal. We can do them in Sha'anini, and we did teach that also. We did teach also the Kiyahk before. So there are many different intro for different occasions. هنحفظ النهاردة مع بعض الفريح. اسمعوها كده كلها وبعدين واحدة واحدة هنحفظ one part at a time. شيريني اوتي بارثي نوستي أورو أمي إن آلي إثيني إشرب شو شو إن تي بنجي نوس آري غفونان إن إمانو أويل تنتي هو آري بن مي في أوتي بروستا آتي سيتنهو أون نهرين بن تشويسي سوس بيخ ريستو أوسين تفكا نينو whatever the words, but we do it in that melody for the feastal after that. Let's take it one part at a time. Shere ne e oti Shere Shere Teni Shere ne e oti One more time. Shirene oti again. Shirene oti teni. Shirene oti I parthe I parthe Iparthe from the beginning. Shirene oti iparthe
ثي again شيرني اوتي اي بارثي نوستي 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 again اي بارثي نوستي اي بارثي نوستي او نوستي او. خلصنا كده اول سطر، نقوله بقى كده 2 3 تايمز. شيرني اوتي اي بارثي نوستي او شيرني اوتي اي بارثي نوستي او شيرني اوتي اي بارثي نوستي او روي مي روي مي. تاني روي مي ان الي روي مي ان الي اي اي سيني روي مي ان الي اي سيني روح مي ان الي اي سيني اي روح مي ان الي اي سيني اي اي شر. الهولد في الضغط، بنطول في الحتة اللي فيها نقط. إيشير إبشوشون إيشير إبشوشون إيشير إبشوشون إشرب شوشون رؤمي إن ألي إثيني إشرب شوشون رؤمي ان علي ثيني ايشر ابشوشون رؤمي ان علي ثيني إشير بشوشون. نقول بقى two lines دول مع بعض. شيرني أوتي بارثي نوستي أورومي إن ألي إثيني إشير بشوشون. نحفظ الجديد. شير بشوشون تي تي في hold هنا تي تي بنجينوس تي
جانوس أريك تبن جانوس أريك تبن جانوس أريك فونان فونان إن إمانو أويل فونان إن إمانو أويل إن إمانو أويل تي بن جانو صارئن فونان إن إمانو أويل تي بن جانو صارئن فونان إن إمانو أويل تي بن جانو صارئن فونان إن إمانو أويل. نقولها بقى كلها كده مرة واحدة. شيرين أوتي بارث نوستي أورو أمي إن آلي إيثيني إيشرب شوشون تبن جانوس أريئك فونان إن إمانو أويل. نخش في اللي بعديها هنلاقي إن هي the same exact melody, a copy and paste of the same exact music. بس بنقول تنتي هو بدل شيريني. تنتي هو آري تاني. تنتي هو آري إبن مي آري إبن مي إي أو تي إب من أولها. تنتي هو آري إبن مي إي أو تي إب تاني من أولها. تنتي هو آري إبن مي إي أو تي إب روستا روستا آتي سئتن هو روستا آتي سئتن هو أوت روستا آتي سئتن هو أوت نهرين بن تشويسيسوس نهرين بن تشويسيسوس روستا آتي سئتن هو أوت نهرين بن تشويسيسوس من أولها. تنتي هو آري إبن
من أولها تنتي هو أري إبن مبئي أوتي بروستا أتي سيتن هو أون نهرين بن شويسوس بيخ رستوس انتفكا نينو أوبيناني إيفول. طبعا احنا ممكن نقولها من الأول the fast feastal way, يعني ممكن نقولها شيريني اوتي بارثينوس تي اوروميين اليثيني شيريب شوشون تي بنجنوس اري اقفوناني لمانوئيل تنتي هو اري بن مبي اوتي افروستاتي ستن اوت نهرن بن تشويسيسوس بخريستوس انتفكاني نوبيناني بول. 90% of the churches, they probably do the first one, the long, and they do the second one, the short. يعني بيقولوا شيري, then they switch تنتي هواري بن مبي. It depends on the available time for you. انت وقتها بتشوف الوقت بتاعك هتقدر تقول ايه. Usually in the feast like that you don't really have to say all the saints doxologies. يعني كفاية انك تقول the doxology of the feast. Usually the feast and the Lent and all that stuff, they have more than one doxology. It's probably better to be specific into the occasion rather than saying all the annual doxologies in the feastal melodies.